السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم باليمن والبركات، أتمنى أنكم تكونوا بصحة وسعادة. موضوع اليوم معكم موضوع أعتقد أنه مهم. في فيديوهات كثيرة على فكرة هذه مهم، فيديوهات كثيرة أشوفها يقول لك هذا الموضوع مرة مهم، يعني خلوا بالكم معايا. النحلة تزوجت فراشة وولدت دودة القز، لكن هذا الموضوع حقيقة أعتبره مهم، ولست في مقام الناصح. عموما النصيحة يعني تسدى لمن طلب النصيحة، ولكن اعتبروه رجاء. مشكلة كما يظهر من العنوان، مشكلة الإدمان أو مشاهدة فيديوهات الفضائح إنجاز التعبير، فيديوهات المشاكل. يعني لو ألقينا نظرة على اليوتيوب هنلاقي إنه المشاهدات العالية جدا، أو أي أحد يريد أن يرفع مشاهدات الفيديو يكون العنوان كأنه في فضيحة، فلانة طلقت فلانة، فلانة طلق فلانة، الأب صنع كذا، الأم صنعت كذا، هذه الأشياء اللي فيها مشاكل وفضائح للأسف تلاقي المشاهدات حقتها عالية. مما يعني أن الناس تشاهد هذه الفيديوهات بشكل كبير جدا. المشكلة هذه مشكلة، نعم صحيح. كيف هذه المشكلة؟ ببساطة كذا، أنت بمشاهدتك المتكررة لهذه الفيديوهات التي هي أصلا هي عبارة عن مشكلة، تأتي بالمشاكل إلى نفسك وإلى بيتك وإلى مجتمعك. أنا ليش قلت إنها مشكلة؟ لأنه تسبب مشكلة في المجتمع كله. كيف؟ الكثير منا يحب أو مقتنع بموضوع الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية، فمن هذا المنطلق أنت عندما تشاهد هذه الفيديوهات أنت تطلبها. يعني عندما تشاهد عنوان جذاب في نوع من الفضائح والمشاكل تضغط عليه فأنت تطلب هذا الفيديو. عندما تطلبه تشارك هذا الفيديو بوجدانك، فأنت هنا تستدعي طاقة سلبية، لأنه المشكلة مستحيل تكون طاقة إيجابية، مستحيل. فالطاقة السلبية هذه تأتي إليك. الطاقة يعني لها مسارات طويلة، ما هي مسافة يعني الوصول لها الغير محدود، نتكلم في ده فيما بعد. فأنت هنا تشارك هذا المجتمع وتطلب الطاقة السلبية أن تأتي إليك. مع التكرار ستجد أن الطاقة السلبية كثرت عندك. الجميل في الموضوع، الجميل قبل ما أدخل في تفصيل الطاقة، أنك تستطيع التجربة. يعني في مواضيع نستطيع أن نجربها من يعني تحليل الطاقة بشكل مش نقول بشكل أصلي، يعني تأصيل طاقة إيجابية طاقة سلبية، تعبير شوية ما هو صحيح، لأنه كيف نعرف أن الطاقة دي سلبية وطاقة إيجابية؟ يعني فالخوف مثلا أو الهروب إلى آخره ممكن أحيانا يكون طاقة سلبية أحيانا طاقة إيجابية. المهم، فإذا أنت مقتنع بالطاقة السلبية والإيجابية، وأكثرنا مقتنع بهذا الكلام ويفهمه، أنت هنا تجذب لنفسك طاقة سلبية وتعيش في هذه الطاقة السلبية. الطاقة السلبية عندما تأتي عليك تؤثر عليك وتجعل طاقتك وطاقة حواليك طاقتهم سلبية، مما يثير المشاكل في العائلة. ببساطة كده أرجع وأقول التحليل يعني الطاقي لها، هو الطاقة أصلا تكون إما متوازنة أو غير متوازنة. طيب، هي الطاقة الغير متوازنة يقولوا عليها طاقة سلبية. الطاقة الغير متوازنة تحدث لأسباب كثيرة، والطاقة أصلا يعني مداها إلى الكون كله، يعني طاقتك أنت تتصل بالكون في كل مكان تكون موجودة الطاقة، وتتشابك الطاقات وإلى آخره. عندما تشاهد هذا الفيديو الذي فيه فضائح ومشاكل وإلى آخره، أنت هنا تدخل طاقتك في مجال هذا المكان الذي حصلت فيه هذه المشكلة، الطاقة السلبية كما يقولون، ولكن هي الطاقة الغير متوازنة المتوترة، الطاقة الغير مستقرة. ينتقل هذا التأثير الغير متوازن إلى طاقتك، فتصبح الطاقة لديك غير متوازنة. يصبح بالتالي كل من يشاركك في العائلة، أولادك، زوجتك، زوجك، أولادك إلى آخره،
الطاقة غير متوازنة مما يسبب المشاكل في الحياة الأسرية. أنا قلت قبل قليل أنه يمكن التجربة. ابتعدوا عن الفيديوهات من هذا النوع اللي فيها مشاكل وفضائح وفلان سوت وفلان عمل وإلى آخره. ابتعدوا أسبوع فقط، اعتبروها مني رجاء، ولاحظ هل هناك تغير في جوك الأسري أو لا. تتبع هذه القضايا تجعلك تشارك في موضوع، تشارك بطاقتك في طاقتهم، وهناك الطاقة أصلا هذه تكون الطاقة، لا يعني حتى القصة لو حصلت منذ مدة لا يعني أن طاقتها المتوترة انتهت، إنما أنت هي الطاقة موجودة وأنت تجذبها إلى طاقتك، الطاقة السلبية موجودة وأنت تجذبها إلى طاقتك. عمرك ما حتتفرج على فضيحة وأنت مبسوط، حتكون مبسوط، أو مشكلة وأنت مبسوط، هذا يدل على أنها طاقة سلبية. طيب المشكلة التي لا يعني يعيها معظمنا أن هذه الطاقة السلبية والتوتر في الطاقة، عدم التوازن في الطاقة، أي تعبير أحببتموه، ينتقل إلى من شاهد هذا الفيديو، وبالتالي ينتقل إلى المكان الذي يعيش فيه كل الناس، تصبح طاقتهم فيها طاقة سلبية، أو يوجد نوع من التوتر في الطاقة. هنا مع الوقت، مع الإدمان هذا الرهيب اللي بالمشاهدات بالملايين، يصبح مشكلة في هذه الأسرة. طبعا بما أنه كثير من الأسر، يعني إذا مليون مشاهدة معناته مليون أسرة أو مليون شخص شاهد هذا الفيديو، معناه انتقلت هذه الطاقة السلبية إلى مليون شخص. شوف المشاكل اللي بتحصل في الأسرة وبالتالي في المجتمع. أعود وأقول لكم، جربوا فترة من الزمن، أي واحد فيكم يجرب، خاصة اللي كده يعني يتوق، يعني يعشق أنه يسمع هذه الأخبار، والظاهر كثير، يعني أنا صراحة ما أحب أشاهد هذه الفيديوهات لأن أعلم تأثيرها. جرب أسبوع 10 أيام وشوف النتائج اللي بتحصل، حتلاقي شوية شوية، أو فجأة بدون شوية شوية، فجأة كده حتلاقي في نسبة من التوتر في عائلتك أو عائلتك أو بيتك، خفت هذا التوتر، خفت المشاكل. إن شاء الله يكون المعنى وصل والرسالة وصلت. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.